من أفضل التجارب اللي حواليا. أنا لا أخفيكي قبل ما أسجل عمر بالرضوان كيجي، يعني عم بحكي عمر هلأ بسابع، أوكي، أنا لفيت كل المدارس المرموقة اللي في عمان، ما ندمت أني أنا استمريت بالمدرسة. أنا ما كنت ماخذ قرار أساساً أني أترك المدرسة، بس كنت متخوف من التجربة كتجربة أنها جديدة علينا كلنا حتى على الإدارة. أمهم كانت تطارد بين الغرف بينهم للرقابة والمساعدة والإرشاد، أبداً ما كانت تسمح لهم أنه يحاولوا يتحايلوا على الأسئلة أو على الدراسة أو على كذا، كانت تخليهم يعتمدوا على نفسهم في كل شيء بالنسبة للدراسة. التواصل مع المدراء، إيش اللي بدكم إياه، وين النقص، مجهود الأساتذة في رفع أوراق العمل، أتفاجأ أنه حتى بعد فترة زمنية يعطوها للطالب أنه يحل، ينزل نفس ورقة العمل مع الحلول، وهذا الإشي خلاني حتى أنا أراقب ابني إيش بحلو، أراقب نفسي إيش عم بعطيه ابني. يعني اللي ما بنسأل بالحصة الأولى كان ينسأل بالحصة الثانية. المسابقات التعليمية كانوا بروفيشنال بصراحة، الفن المهني، الرياضة، يعني إحنا صاروا ياخذوا رياضة، وهذا إشي بسطني إنه برضو بده إشي فيزيكس إنه يحرك جسمه بدل ما هو قاعد. أسئلة كانت مش لغايات الامتحان بل لغايات التقييم كمان. صح، عجبني إنه الصف الأول والثالث اللي عندي ما كانت رابط، كانت مباشرة الأسئلة. حسيت كأني أنا الوحيدة اللي بالمدرسة، مع إنه أنا إلي زميلات إلي برضو بالرضوان حكوا نفس الإشي. المدرسة بترن، المعلمة بترن، صف الأول والثالث، لدرجة إني حسيت إنه في مشكلة. أنا أغفلت الوقت، لما رديت احنا بانتظار الامتحان، في مشكلة عند الطلاب بنستناهم. انا لاحظت انه صار في اعتماد زيادة شوية على نفس الشاب او الطالب او الطالبة انها تعتمد على نفسها، لانه بطل في حدا تركن عليه لا معلمة ولا اشي، فصار العبء عليهم وعلى امهم بانه لازم يعتمدوا على نفسهم. بدي اقول انهم شوي ان احنا ما رعينا انه في بعض اولياء الامور عندهم عدد اكبر من الاخرين بنفس المدرسة بنفس السياسة. أنا عندي 4 طلاب، والسنة الجاي بإذن الله راح يكون 2 عندي توم بالكيجي. الشكر الجزيل لمدارس الرضوان، وخص بالذكر دكتورة مهدية زميلي، للأساتذة والمعلمات الفاضلات. الشكر الجزيل لفنيين المدرسة، المنصة، الموظفين اللي كانوا دائما على أهبة الاستعداد لأي عطل أو مشكلة ممكن يتعرض طلابنا إلها.